الخبر اللي جاي معانا بقى ده عن حد انا شايفه من الناس اللي لازم تكون واجهة لمصر، دي اول حاجة وده حاصل بالفعل. والحاجة التانية ان هو يكون نستفاد من القيمة دي للشباب بتوعنا بقى، لازم يبقى في ناس كتير زي محمد النني. نادي أرسنال الإنجليزي أعلن تجديد عقد محمد النني لاعب منتخب مصر حتى 2024، والحقيقة أن محمد النني نموذج ملهم في تاريخ الكرة المصرية، وبعد تجديد عقد النني أصبح أقدم لاعب في الجيل الحالي لأرسنال، واحد من أكبر أندية إنجلترا والعالم. النني اللي بدأ مشواره في ناشئين النادي الأهلي ثم المقاولين العرب ثم منتخب مصر للناشئين والشباب والأولمبي لحد المنتخب الأول، وهو نموذج للالتزام والاجتهاد والانضباط والتطور. النني زيه زي محمد صلاح نموذج ممكن تحطه لأي لاعب عاوز يحترف في أوروبا ويوصل لأعلى المستويات ويواجه كل الأزمات والمطبات اللي ممكن يقابلها في مشواره. النني لما انتقل من المقاولين العرب لبازل قدر يتأقلم على الحياة الأوروبية بدون ما يفقد هويته، كمان قدر يتطور ويطور قدراته الفنية وانتقل لأرسنال بعد ما المدير الفني التاريخي لأرسنال أرسن فينجر اختاره، وساعتها قال عليه ثلاث حاجات: انضباطه التكتيكي ونوه ان هو لعيب منضبط تكتيكيا، أخلاقه العالية وقال ان هو ملتزم أخلاقيا، وان هو مش جاي من مصر مباشرة ولكنه تأقلم على أوروبا في بازل السويسري. من 2016 لحد 2024 محمد النني في أرسنال لعب 155 مباراة في كل البطولات ومتوج ببطولات مع الأرسنال، وكمان هو واحد من العناصر المهمة اللي كسبت ثقة المدرب مايكل أرتيتا، ودي مش حاجة سهلة. النني كان خارج حسابات المدرب إيمري وقت ما قرر النادي يطلعه لبشكتاش على سبيل الإعارة، وتألق وكسر الدنيا في بشكتاش، وبعدها رجع أرسنال وأقنع أرتيتا ومكمل لحد دلوقتي. النني هو واحد وهو أكثر اللاعب محبوب في غرفة الملابس تقريبا أرسنال كلها في إجماع عليه، وعلاقته رائعة بكل اللاعبين، وتقريبا هو كابتن الفريق الفعلي. ولما حتى تعرض للإصابة استغل الوقت ده في أنه ياخد الرخصة التدريبية، وبالفعل حصل على الرخصة بيه من الاتحاد الإنجليزي، وهيكمل وياخد الرخصة إيه وعلى ما يخلص مشواره الكروي ويعتزل هيبقى معاه الرخصة البروفيشنال اللي تخليه يشتغل في أي حتة في العالم. محمد النني نموذج ملهم، بدأ مع منتخب الشباب لحد ما وصل لأكبر أندية العالم. مبروك لمحمد النني، واحد نموذج مشرف للكرة المصرية، واحد لابد أن يكون مثال يحتذى به. لازم الناس كلها تبص على زي محمد النني ده وتعلم شبابها يبقوا محمد النني، لفقد هويته، محافظ على التزامه وأخلاقه، وفي نفس الوقت في أكبر أندية العالم أرسنال الإنجليزي من أكبر الأندية في العالم طبعا، ومحافظ على التواجد معهم للعام السابع على التوالي.